وعد تفرح معاها لما تكون معاها. وعد اف ام، مش بس كلام. دكتور مصطفى رجع لنا. دكتور مرحبتين. دكتور مصطفى مرحبتين. سمحنا نحن صرنا مسار للبيانة، هذا رصيدك غير كافي. مرحبتين بك دكتور. اذا عود حميد دكتور مصطفى. شكرا لك. اذا نسترسل معك دكتور مصطفى. دكتور مصطفى احنا طبعا عندنا في سؤال محير كل الناس، او يقول لك مثلا المتعايش لما يتجوز من متعايشة. طبعا انتم اغلبية عندكم القسم الاجتماعي ويحاول ان هو يوفق في الحلال ما بين متعايش ومتعايشة، صح؟ اذا الاطفال كيف يتم وقايتهم من هذا المرض، الاطفال يعني اللي بيكونوا بعد الزواج؟ تمام. هو ريت احنا خلينا نرجع من الاساس لما نتكلموا على طرق الانتقال. نعم. قلنا ثلاثة طرق يعني رئيسية. نعم. اللي هي يا من اللامعاكسة عن طريق الجنس، او اللي هو يكون الانتقال عن طريق وصول الدم الملوث الى دم شخص اخر. نعم. او الانتقال من الام الى من الام الحامل الى الجنين. نعم. هذه الثلاث طرق رئيسية هذه، لو نركزوا في النقطة هذه انتقال الأم من الجنين، أكثر موضوع ماشي في المقاومة وأكثر موضوع ماشي ناجح ولي طرق للتحكم فيه. لأن كيف؟ أول حاجة أن المفروض نعم. أن ما يكونش في حمل إلا بعد إجراء تحاليل طبية للأم بالذات، اللي هو نشوفه مثلا مناعتها عندها قداش. نعم. الشحنة الفيروسية. نعم. طبعا لازم أن تكون الشحنة الفيروسية عندها صفر. فباش بتكون الشحنة الفيروسية صفر أو البي سي آر غير منظور أو غير مقروه، هنا لازم تكون هي واخدة العلاج وبانتظام. نعم. تكون منتظمة في العلاج، فهذا ما هوش أمر مستحيل ولا هو أمر صعب. نعم. هنا طبعا لما تكون تاخذ في العلاج متاعها بانتظار. نعم. نرطها بدكتور النساء والولادة. نعم. وهنا من خلال قناتكم. نعم. نحب نوجه التحية لكل الدكاترة. نعم. او اطباء وطبيبات النساء المتعاونين اللي هم تقريبا اللي هي اغلب الحالات عندنا تختصر في شخص الدكتور هشام هلال. الله. يا ريت ان احنا دكاتره النساء والولاده يا ريت نذكرهم بالاسم لتكريمهم على الهواء مباشره. نعم والله انا ما يحضركش الاسامي كلها. انا هو في الاغلب ان هو دكتور واحد بس، دكتور هشام. دكتور تحيه. نعم. القلنيه بالنسبه لي حالاتي انا شخصيا. نعم. لما نحاول فيهم يمشوا للدكتور هشام هلال. نعم نعم. تمام. زي ما قلنا نكونوا منسقين، يكون فيه المتابعه تبدا مرتبطه ما بين طبيب الامراض الساريه. نعم. ومعها الدكتور النساء والولاده. نعم. للمتابعه العاديه زي اي حامل عادي يعني. نعم. مع دكتوره الاطفال الامراض الساريه اطفال. نعم. تمام. نعم. فهنا نقعدوا في متابعه منتظمه اللي نشكله زي الفريق. نعم. اللي هو خاص بكل متعايشه حامل، يتكون من 4 إلى 5 اشخاص من مقدمي الخدمه، اللي هو زي ما قلنا طبيب الامراض الساريه. نعم. مع تكون مرتبطه مع دكتور النساء والولاده. نعم. مع دكتوره الاطفال اللي هي باش تستلم البيبي او باش. نعم. تجهز لها الادويه الوقائيه اللي تنعطى للبيبي، مع مندوب الدكتور المشرف في الصيدليه. نعم نعم. لما توصل لعنا لمرحله معينه، في لازم في السابع او في الثامن لازم يكون عندنا تحليل الشحنه الفيروسيه. نعم. هنا الاحتمال انه بيجيني حاجتين، يا يعني. نعم. انه هو يكون البي سي ار نيجاتيف. نعم. لما كان في البدايه، وهذه. نعم. الامور كويسه. أكيد. الولاده تكون بالعمليه القيصريه. نعم. مع التنسيق مع طبعا حسب الموعد اللي يعطيه الدكتور النساء. نعم. طبعا لما يكون هيك من قبلها نعطاها الشرب واللي هو اللي خاص بالجنين. نعم. اللي نعطى له لمده شهر. هذا في اما فتره من فترات الحمل لازم انه ياخذ هذا الشرب. لا، هذا للجنين بعد الولاده. بعد الولاده ياخذ الجنين. وصلنا لمرحله ايه، ياخذ الجنين مباشره عن طريق الفم، يعني هي ما فيش رضاعه طبيعيه لان تفاديا لنقل المرض. نعم نعم. ايوه بالضبط. طبعا. نعم. الرضاعه الطبيعيه ممنوعه منعا باتا، حتكون رضاعه صناعيه. نعم نعم. هي الرضاعه الطبيعيه. ياخذ الجنين، ياخذ الطفل اللي هو بعد من مجرد
الساعات الاولى بعد ولادته. نعم. يقعد يستمر بالشرب وهدايا لمده 4 اسابيع. هنا لو جينا لنفرض ان نعم. هو في الشهر السابع نعم. او الشهر السادس في العاده نطلب التحليل بتاع الشحنه الفيروسيه او البي سي ار للجنين، ولقينا لا للام، للام ما جاش الجنين. نعم. بعدين حنحكيك على متابعه الجنين. نتمنى ذلك. طبعا اللي يصير ان لو جينا لقينا الشحنه الفيروسيه عاليه نعم. احنا بنضطر ان نغير العلاج للام طبعا بعد اجراء اختبار بتاع المقاومه نعم. ونحاول نعطيها اقصى علاج ممكن نعم. باش نضمن ان هو تنقص لنا نسبه الفيروس قبل الولاده نعم. نعم. ولو صار ان هو جدلا ان الحاله مكتشفتش روحها ان هي عندها الاتش اي في الا في وقت الولاده نعم، طبعا هنا الجنين حياخد بدل الشرب واحد حياخد 3 شربوات نعم 6 اسابيع نعم. هنا من خلال هنا في نقطه مهمه يا ريت كل الدكتورات زميلاتنا في النساء والولاده ان مجرد لما تجيك سيده حامل لازم من البدايه من الزياره الاولى نطلب التحليل الثلاثي. وعد تفرح معاها لما تكون معاها. وعد FM مش بس كلام.